بسم الله الرحمن الرحيم. هنشرح دلوقتي الاكزام هاكس الخاصة بشابتر الكريتيكال كير. اول كيس في الهاكس بيقول لك RF is a patient with acute pancreatitis. He is mechanically ventilated in the ICU. Signs will lapse as follows. The blood pressure كان 125/82. The heart rate كان 52. The pH كان 7.2. The physician asks for the best sedative in this case. طبعا احنا قلنا ان non-benzodiazepines افضل من benzodiazepines في الICU. بس خلينا نشوف الكوموربيديتيز اللي عند العيان. هو عنده اكيوت بانكرياتايتس، اذا مش هينفع معاه البروبوفول. عنده برادي كارديا، مش هينفع معاه ديكس ميتوميدين لانه بيعمل برادي كارديا وقد يتسبب في هارت بلوك. زائد ان البي اتش عنده 7.2، يعني في اسيدوزز، ممنوع ان هو ياخد لورازيبان. اذا افضل حاجه هنا هو الميدازولام باي اكسكلوجن. احنا بنبص على الريسك بينيفيت ريشيو. البنزودايزابين هتزود لي الاي سي يو ستاي، بس مضطر ليه لان هي ريسك بينيفيت ريشيو، لان العيان عنده كوموربيديتيز وبلاوي تانية تمنع ان هو ياخد لا الدكسميتوميدين ولا اللورازيبام ولا البروبوفول. يبقى الانسر هنا ميدازولام. الكيس اللي بعديها RF is a patient who is on mechanical ventilator which drug can help decrease immortality. طبعا كل النيورو ماسكولار بلوكرز بتقلل المورتاليتي، اذا هتختار الحاجه اللي هتقلل المورتاليتي، سيزاتراكين. السيمفاستاتين قد يحسن الحاله لكن مش دعوه بالمورتاليتي، ولا الكورتيكوستيرويدز ليها دعوه بالمورتاليتي. يبقى اللي هيقلل المورتاليتي هنا في الاي سي يو هو سيزاتراكين، لانه من النيورو ماسكولار بلوكرز. الكيس اللي بعديها كيس 3 بيقول لك RF is a patient treated in the ICU and on mechanical ventilation. What which agent should be used for prophylaxis of stress ulcer prophylaxis. اولا هو عنده ريسك من الميجر ريسك، من التو ميجر ريسك. هو في المفروض عشان تعمل ستريس ألسر بروفيلاكسيس لازم يكون عندك وان من التو ميجر ريسك دول. اول ريسك ان هو يكون محطوط على ميكانيكال فنتليتور، ودي متحققه. تاني ريسك ان هو يكون عنده كواجيولابسي، البليتليتس كاونت يكون اقل من 50,000، الاي ان ار يكون اعلى من 1.5، الاي بي تي تي يكون اكتر من 2 تايمز، والكنترول يا دي يا اما ميكانيكال فنتليتور يا اما قصه كواجيولابسي. دي كده وان من التو ميجر ريسك. هو محطوط على ميكانيكال فنتليتور، اذا محتاج ان هو ياخد ستريس ألسر بروفيلاكسيس فيرست لاين فيها هو الاتش 2 بلوكرز، يعني هيستخدم الرانيتيدين. انما نو نيد فور بروفيلاكسيس لا طبعا، طالما محطوط على وان اوف تو ميجر ريسك من الستريس ألسر بروفيلاكسيس لازم ياخد الستريس ألسر بروفيلاكسيس بتاعته اللي هي الاتش 2 بلوكرز كفيرست لاين. بعديها بستخدم البي بي اي، والبي بي اي يعني في البراكتس مستخدمة اكتر من الاتش 2 بلوكرز في الحتة دي، بس احنا ماشيين تبع الجايد لاينز ان الاتش 2 بلوكرز هي البداية بتاعتنا. تمام. بالنسبة للماينر ريسك بتاعة الستريس ألسر بروفيلاكسيس لازم برضو تحفظهم، علشان هتحتاج 2 اور مور من الماينر ريسك، انما الميجر ريسك كفاية قوي واحد منهم علشان تقرر ان انت تدي ستريس ألسر بروفيلاكسيس. الكيس اللي بعديها RF is a patient في الاي سي يو معندوش اي ستريس، محطوط على اكسجين نيزل كانيولا، ما قالكش ميكانيكال فنتليشن. يبقى النيزل اكسجين كانيولا ما تفترضش ان هي ميكانيكال فنتليشن. هو ده العيان ده مش محتاج اي ستريس ألسر بروفيلاكسيس، يبقى نو نيد فور بروفيلاكسيس. الكيس اللي بعديها RF is a 64 years old patient محطوط في الاي سي يو، الاي بي جي بتاعه كالاتي، بي اتش 7.49. ده كده الكالوزز ولا اسيدوزز؟ طبعا الكالوزز لانه اكتر من 7.45. الكربون دايكسايد بتاعه 28. طب انا عايز افتكر الكربون دايكسايد نورمال، افتكره ازاي؟ الكربون دايكسايد فيه 2، يعني النورمال رينج بتاعه ما فيهوش 2، يعني 35 ل 45. الباي كارب 3 يعني HCO3 فيه 3، يبقى النورمال رينج بتاعه ما فيهوش 3، يعني النورمال رينج بتاعه من 22 الى 26. يبقى كده عندك اتاكدت ان البي اتش الكالوزز. عايزين نبص على الباي كارب، لقيت ان الباي كارب عالي، اذا دي كده ميتابوليك الكالوزز. الباي كارب المفروض ان هو 25، يعني في النورمال خلاص، يبقى كده مش ميتابوليك، يبقى كده ايه؟ ريسبيراتوري. يبقى العيان ده عنده ريسبيراتوري الكالوزز، الكربون دايكسايد بتاعه قليل جدا اقل من 35، طالع عنده 28، اذا محتاج ان انت تعمل له ايه؟ هايبو فنتيليشن. لازم الكربون دايكسايد اللي موجود ده يحتفظ بيه وبزياده كمان علشان يزيد الكربون دايكسايد عنده، اذا هعمل له هايبو فنتيليشن عن طريق برده الميكانيكال فنتيليتور، لان هو اللي بيتحكم في الاكسجينيشن وال
وكميه الكربون دايوكسيد اللي بيحتفظ بيها الريسبيراتوري تراكت. فعشان كده هعمل له هايبو فنتيليشن، احاول احتفظ بالكربون دايوكسيد اللي جوه بحيث ان هو يبتدي رقمه يزيد بالتدريج. تمام. الكيس اللي بعديها RF is a 55-year-old patient with the following ABG pH بتاعته 7.31، منها أقل من 7.35، إذن دي كده acidosis. ببص على الكربون دايوكسيد أخباره إيه، لقيت إن الكربون دايوكسيد نورمال بتاعه كام؟ كربون دايوكسيد فيه 2، يبقى نورمال بتاعه من 35 ل 45، 35 45 وهو هنا أقل من النورمال، يعني هو 33. هل نقصان الكربون دايوكسيد بيعبر لي عن اسيدوزز؟ لا، ده الكربون دايوكسيد ده اسيدك ان نيتشر، معنى ان هو قليل، معنى كده ان العكس هو اللي حاصل، ان في ميتابوليك اسيدوزز وليس ريسبيراتوري اسيدوزز. لو هي كانت ريسبيراتوري اسيدوزز كنت هتلاقي الكربون دايوكسيد ده في السماء. تمام. يبقى كده الكيس هنا ميتابوليك اسيدوزز. في الميتابوليك اسيدوزز احنا بندي ايه؟ المفروض ان احنا بندي اي في صوديوم باي كارب عشان يعوض نقص الباي كارب اللي حاصل. لو جيت بصيت على الباي كارب ليفل، طبعا اقل من النورمال، باي كارب فيها 3، يبقى النورمال رينج بتاعه ما فيهوش 3، يعني 22 ل 26. الرقم هنا اقل من 22 17، اذا هحتاج ان انا ادي ريبليسمنت بالباي كارب عشان اعوض الميتابوليك اسيدوزز اللي حاصل ده. الكيس اللي بعديها RF is a patient in the ICU ABG بتاعه شكله ايه؟ pH 7.45، ده كده ايه؟ في normal range، يعني حصل له compensation. بس انت بص بعينك كده تشوف 7.45 دي ماشية ناحية سكة الالكالوزز ولا سكة الاسيدوزز؟ لا، هي ماشية ناحية سكة الالكالوزز. خلينا نبص على الكربون دايوكسيد والباي كارب ونحكم الحالة دي ايه. اولا احنا عرفنا ان هي compensated لان ال pH هنا normal. نكمل بقى، هل هي compensated metabolic ولا compensated respiratory؟ البايكارب normal range بتاعه كام؟ من 22 إلى 26، هو هنا 45، يعني البايكارب عالي. علو البايكارب ده basic in nature، alkaline in nature، علوه يقدر يفسر لي إن ال pH عالية. ودي كده القصة كلها هنا metabolic. عرفنا إن هي compensated عشان ال pH في normal range بتاعه ما عداش 7.45، إذن دي كده compensated metabolic alkalosis. يبقى الانسر هنا ايه؟ تمام. الكيس اللي بعديها RF is a patient in the ICU الـ ABG بتاعه كالآتي pH 7.45، يعني normal، يعني compensated. اوكي، خلينا نبص ماشي ناحية الالكالوزز ولا ناحية الاسيدوزز؟ ماشي ناحية الالكالوزز. يبقى دي كده قصة compensated alkalosis. قصتي بقى دلوقتي اعرفها respiratory ولا metabolic. خلينا نبص على normal ranges. الكربون دايوكسيد في 2، يبقى normal range بتاعه من 35 ل 45، هو هنا 60. هل علو الكربون دايوكسيد في السماء، علوه في السماء يخليه الحالة الكالوزز؟ لا، ده هو acidic in nature اصلا. يبقى كده مش قصة respiratory، يبقى دي قصة metabolic وانا مغمض عيني. اذا دي قصة compensated metabolic alkalosis. اوكي، هعالجها ازاي؟ انا مش هعالجها بعلاج الميتابوليك الكالوزز، لان الكربون دايوكسيد هنا معدي الخمسين. علو الكربون دايوكسيد بالشكل ده معنى كده ان العيان مش قادر يتنفس ولازم تحطه على ميكانيكال فنتيليشن unless he has COPD. النقطة دي مهمة، لان عيانين COPD مش بتمشي عليهم القاعدة دي. طالما هو COPD سيبه في حاله، متحطوش على ميكانيكال فنتيليشن بمجرد ان الكربون دايوكسيد بتاعه عالي عن 50. القاعدة دي تنطبق على اي عيان باستثناء COPD patient. يبقى العيان ده بما انه ما قالكش ان هو COPD patient والكربون دايوكسيد بتاعه عدى 60، مش محتاج اصلا ان انت تعرف نوع الاسيد بيز امبالانس اللي عنده ايه. انت مجرد بس لقيت الكربون دايوكسيد بتاعه معدي ال 50 هتحطه على ميكانيكال فنتيليشن unless he has COPD. الكيس اللي بعديها RF is a patient who stays in the ICU pH بتاعه 7.3. طبعا كده في acidosis. خلينا نبص على الكربون دايوكسيد. الكربون دايوكسيد المفروض النورمال بتاعه من 35 45، الكربون دايوكسيد تمام وزي الفل. طيب الباي كارب المفروض من 22 الى 26، الباي كارب ماشي ناحية ان هو يكون اقل من النورمال، اذا دي قصة ميتابوليك اسيدوزز، لان نقص الباي كارب هو اللي يعمل لي حالة الاسيدوزز دي. اذا الحالة دي كلها على بعضها ميتابوليك اسيدوزز. ايه سبب دوت؟ طبعا اللورازيبام اشهر حاجة بتعمل ميتابوليك اسيدوزز، هو والبنتو باربيتال الاتنين بيجوا في الامتحان.
اللورازيبام هيعمل كده نتيجة البروبايلين جلايكول توكسيسيتي اللي بيعملها، بتعملي ميتابوليك اسيدوزز. اذا الانسر هنا سي. السؤال ده مهم جدا وهيجي. كيس 10 requirements of train of 4 in paralysis in critically ill patients stabilized on paralytics is due to. طبعا احنا بنحتاج نعمل train of 4 ليه؟ علشان نتأكد ان العيان دوت ما دخلش في severe sedation. يعني انا عايز اقلل الاي سي يو ستاي بتاعته بادجست دوز الباراليتكس على حسب الترين اوف 4 ريزلت، وبحاول اقلل الاي سي يو ستاي عشان ما يدخلش مني في ديب سيديشن يدخل على كوما ودس. يبقى الانسر هنا بي، بقلل فرصه الستاي في الاي سي يو زائد ان انا بظبط جرعه الباراليتكس بناء على الترين اوف 4 ريزلتس. الكيس اللي بعديها ار اف از ان ايس موجود في الاي سي يو unable to communicate how to report the pain. طبعا من ضمن السكورز بتاعه البين البي بي اس، ده السكور طبعا بتاع البين او السي بوت، الاثنين دول بتوع البين بس الاكثر استخداما هو البي بي اس في الاي سي يو، انما الساس والراس دول بتوع اجيتيشن. الكام اي سي يو ده بتاع ديليريوم. مهم جدا جدا تعرف كل سكور بتاع ايه لان ممكن يلخبطك فيها في الامتحان. تمام. الكيس اللي بعديها what is the drug of choice for acute treatment of delirium in the ICU. طبعا بنستخدم الهالوبريدول والبديل بتاعه كوتايابين. يبقى الانسر هنا هالوبريدول بتاع الديليريوم. الكيس اللي بعديها RF is a patient in the ICU's delirium how to manage him. مفيش هالوبريدول، اختار الكوتايابين. الكيس اللي بعديها sedatives may be used in critically ill patient in order to achieve sedation. بعض السيداتيفز ليها انالجيسك افكت، بعضهم ملهمش انالجيسك افكت. يعني السؤال ده مش غبي بقدر ما هو بيسألك عن الانالجيسك افكت بتاعة السيداتيفز. يعني مثلا دواء زي الديكسميتوميدين ليه ويك انالجيسك افكت، انما البروبوفول ملوش اي انالجيسك افكت. عشان كده احنا هنقول ان هما بيستخدموا mainly to achieve sedation مش الانالجيزيا، لان سواء الديكسميتوميدين ده ويك والبروبوفول ملوش، خلاص يبقى هما for sedation. الكيس اللي بعديها كورنيال ابريجن، دي حاجه بتحصل مع كل النيورو ماسكولار بلوكيدز. الكورنيال ابريجنز دي ممكن تجي لك مثلا مع اي دواء في نيورو ماسكولار بلوكيد، مثلا يجي لك مع سيزاتراكين في الاختيارات، يجي لك البانكيوريوم في الاختيارات، فانت تبقى مستعد لاي نيورو ماسكولار بلوكيد ان هو يجيب لك دوت مع سايد افكت الكورنيال ابريجنز. تمام. الكيس اللي بعديها كيس 16 a critically ill patient in the medical ICU is unable to be ventilated adequately despite well monitored therapy with lorazepam and fentanyl. يعني هو ماشي على lorazepam والفنتانيل continuous infusions. The patient has diabetes and serum creatinine has increased from 1.7 to 2.3 5 days later. The decision is made to use a neuromuscular blocking agent to facilitate ventilation. Which of the following is most appropriate sustained neuromuscular blockade in this patient? Answers هنا بيقول لك succinylcholine, sizatracium ولا vicurium ولا vancurium. ايه الافضل؟ طبعا هختار على حسب الكوموربيديتيز اللي عند العيان. هو بيقول لك ان السيروم كريات عنده بيزيد من 1.7 ل 2.3. يعني بيحصل deterioration للرينال فانكشن. لو استخدمت معايا حاجه زي البانكيوريوم او الفيكيورونيوم، الاثنين دول بيعملوا prolonged paralysis مع الرينال deterioration للفانكشن، فعشان كده هختار حاجه زي الاتراكيوم او سيزاتراكيوم دور الافضل. فاللي جاي منهم هنا هو سيزاتراكيوم، مش جايب الاتراكيوم في الاختيارات، اذا هختار السيزاتراكيوم افضل من الفيكيوريوم او البانكيوريوم. تمام. الكيس اللي بعديها RF is an elderly woman who is admitted to the ICU for ADHF kidney failure. She was intubated on the ICU day 2. After intubation السكور بتاعها الراس بتاع الاجيتيشن كان plus 2 and the CAM ICU is positive for delirium. كده هي عندها delirium، المفروض ان انا هديها ايه؟ خلينا نشوف هو عايز ايه. She denies pain. Blood pressure بتاعها 120/70، heart rate 88. What is the best recommendation to achieve sedation؟ عايز حاجة للسيديشن، مش عايز حاجة للديليريوم. خلاص انا هديها حاجة non benzodiazepine لان هي دي الفيرست لاين، فهديها البروبوفول. انما لو قالك ان هو عايز حاجة للديليريوم، ساعتها اول حاجة بستخدم non pharmacological treatment، تاني حاجة بستخدم الهالوبريدول، اخر تشويس ان انا استخدم كوتايابين. انما هنا هو عايز حاجة to achieve sedation فهستخدم non benzodiazepine
زي البروبوفول او الدكسميتوميدين. اتاكد بس في لو انا قررت ان انا ادي الدكسميتوميدين اتاكد ان الهارت ريت مش برادي علشان ما يدخلوش في هارت بلوك. الكيس اللي بعديها the need for stress ulcer prophylaxis is necessary in cases of ulcerative colitis, gastric carcinoma, coagulopathy. طبعا قلنا ان ال two major risk بتوع stress ulcer prophylaxis ال coagulopathy كل كرايتيريا بتاعتها او الميكانيكال فنتليشن. فالاجابه هنا C. الكيس اللي بعديها once a vial of propofol is punctured it must be discarded within 12 hours. ليه؟ عشان بيحصل microbial contamination والinfection risk بيكون عالي. الكيس اللي بعديها metabolic acidosis can mostly be caused due to. طبعا metabolic acidosis مرتبط بالmubbles. المubbles دي اختصار للميثانول، يوريميا، دي كي اي، بروبايلين جلايكول، انتوكسيكيشن او انفكشن، لاكتيك اسيدوزيس، ايثيلين جلايكول او ساليسيليت. مهم قوي تحفظ المبلز دي. هو عاده بيجيب الدي كي اي، فالدي كي اي هي انسب اجابه هنا ان هي اللي بتعمل ميتابوليك اسيدوزيس. الكيس اللي بعديها ار اف از 56 years old patient who presented to the emergency department with DKA ketone bodies were detected in the urine. طبعا بما انها دي كي ايه هتبقى ميتابوليك اسيدوزز. ميتابوليك اسيدوزز بقى نوعها ايه؟ هل هي اناين جاب ولا نون اناين جاب؟ كلمه نون اناين جاب تساوي كلمه نورمال اناين جاب، يعني الكلمه الاضافيه اللي قبل اناين جاب النورمال دي مكافاه لكلمه نون، عشان في ناس بتتلخبط فاكره ان النورمال اناين جاب هو الاناين جاب، لا النورمال اناين جاب هو النون اناين جاب. تمام؟ يبقى لما اقول ان الدي كي ايه نوعها anion gap metabolic acidosis اقدر اقول ان هي normal anion gap؟ لا، anion gap ملهاش مكافئ، انما normal anion gap ليها مكافئ هو non anion gap. الدي كي اي تعتبر anion gap metabolic acidosis. تمام؟ وكل المبلز تعتبر anion gap metabolic acidosis، عشان كده قلت لكم تحفظوها. الكيس اللي بعديها RF is a patient with diabetes جه emergency department with diarrhea. Typical symptoms of acidosis. The urine analysis came back with ketone bodies. Which of the following is a cause of normal anion gap metabolic acidosis? احنا قلنا ان normal anion gap هي non anion gap. فما ينفعش تحل الكيس دي وتقول الدي كي اي هي السبب فيها، لان الدي كي اي anion gap مش normal anion gap metabolic acidosis. يبقى سبب الدايلاما اللي هو دخل فيها دي ايه؟ طبعا الدايريا. الدايريا هي اللي بتعمل لي نورمال اناين جاب ميتابوليك اسيدوزز، او بنقول عليها نون اناين جاب ميتابوليك اسيدوزز. تمام؟ الكيس اللي بعديها برضو الرينال تيوبولار اسيدوزز بتيجي في الحته دي كنوع من النورمال اناين جاب ميتابوليك اسيدوزز. ملخصهم فيوزد كارز، اما الاناين جاب ملخصهم مبلز. الكيس اللي بعديها ار اف از 68 يير اولد ميل is brought into the emergency department with a heart rate 38, blood pressure 70/40, and has had episodes of weakness and syncope within the last 30 minutes. Which one of the following would be the most appropriate the emergency department with a heart rate 38, blood pressure 70/40, and has had episodes of weakness and syncope within the last 30 minutes. Which one of the following would be the most appropriate agent to initiate? طبعا طالما عنده برادي وظهر لها symptoms زي الويكنس والسينكوب، اذا هديله drug of choice بتاعي هو الاتروبين، لان هي تعتبر symptomatic برادي كارديا. والاتروبين مش هتشوفه في حتة تاني غير في الحتة دي بس، لانه تشال من كل الجايدلاينز باستثناء symptomatic برادي. تمام؟ لو لقيت ان الكيسة دي عيان تم عمل TBR معاه هتختار ايبينفرين. اهي الكيس اللي بعديها RF is a 65 years old patient who was admitted to the emergency department for ACLS after successful CPR. بما انه عمل CPR خلاص ما بقتش مجرد symptomatic برادي، بقت ان هو اتعامل مع CPR وحصل من بعدها symptomatic برادي. في الحالة دي الانسر بتاعتك هتختلف وهتبقى ايبينفرين مش اتروبين. ده كلام بتقوله الجايدلاينز واثبتت ان ده افضل، يعني يعتبر ملوش تفسير، هو باي ترايلز لقوا ان من بعد السي بي ار لو حصل سيمتوماتيك برادي بنستخدم ابينفرين مش اتروبين افضل. تمام؟ drugs to be added to the formulary for pulseless VTAC. الكلام ده طبعا بالتفصيل في الكارديولوجي هيتشرح. البالسليس VTAC بنستخدم معاها ابينفرين. تمام؟
الكيس اللي بعديها patient الليدوكاين اتشال خلاص من الجايد لاينز البالس لسفيتاك، كان موجود اتشال ما بقاش فيه غير ابينفرين، ولو حصل ان الابينفرين ما جابش نتيجة ممكن استخدم اميودرو. الكيس اللي بعديها patient في الاي سي يو developed in attention and abnormal thoughts he's taking بياخد مورفين. what to give هو عنده ايه؟ عنده in attention and abnormal thoughts، يعني يعتبر نوع من الديليريوم، هديله هالوبريدول او هديله كوتايابين. اللي موجود هنا هو الهالوبريدول، اذا هديله هالوبريدول. انت بتشوف المين بروبلم ايه وبتعالج على اساسها. لورازيبام او الفنتانيل that causes hyper osmolarity metabolic acidosis، دي بس سؤال جه في الامتحان بس الناس مش فاكراه. خليك عارف ان اللورازيبام بيعملي ميتابوليك اسيدوزز نتيجه للبروبايلين جلايكول توكسيسيتي، بيعملها من النوع اللي هي الاسموله الجاب، بيكون فيه اكتر من 10 ل 12، يعني من النوع الاناين جاب ميتابوليك اسيدوزز. تمام. الكيس اللي بعديها ار اف از ان انتيوبيتد بيشنت ويز ديليريوم هي فيلز بين، طالما عايز حاجه للبين اديله مورفين. تمام. الكيس اللي بعديها requirement for train of four in paralysis in critically ill patients stabilized on paralytics should be done during a treatment course ولا after a treatment course. طبعا during a treatment course عشان عايز اظبط جرعة الباراليتكس عشان ما يدخلش مني في deep paralysis، لان ان انا بحاول اقلل ال ICU stay عشان ما يدخلش برضو في deep paralysis. الانافيلاكسس دي هي حتة مهمة، اعرف بس اهم حاجة ال route of administration بتاع الابينفرين. المفروض ان احنا بندي الابينفرين مش في شكل سبكيوتينيوس، انما بنديه في شكل انتراماسكولار، ونقطة دي نقطة امتحان. الابينفرين كورنر ستون في علاج الانافيلاكسز، بيتاخد انتراماسكولار او بيتاخد اي في، لكن عمره ما يتاخد سبكيوتينيوس ابدا. تمام. لو حصل ان الابينفرين فيلد ان هو يرجع يعني المفروض ان في حاله الانفلاكسز العيان بيدخل في سيفير هايبوتنشن، فانا بديله ابينفرين عشان يعلي البلاد بريشر. لو فشل ان هو يعلي البلاد بريشر ساعتها بديله اكسجين، بديله اد اون هيستامين 1 ريسبتور انتاجونست اللي هو زي الدايفين هيدرامين كاد اون، اتش 2 بلوكرز برضو كاد اون، انما البلوكوكورتيكويدز ينفع استخدمها الون بدون الابينفرين بس لو كانت الاتاك مايلد. والنقطه دي نقطه امتحان، يعني ممكن الجلوكوكورتيكويدز تستبدل الابينفرين في حاله المايلد انافيلاكسس. الجلوكاجون لو هو خلاص اصبح ريزيستنت هايبوتنشن هلجا الجلوكاجون كلاست تشويس، انما الوحيد اللي هيستبدل الابينفرين هو الجلوكوكورتيكويد. تمام. كيس 30 بيقول لك RF is a patient with anaphylaxis present with itching erythema all over her body and her eyes were swollen. What is your recommendation؟ المفروض ان احنا نديها ابينفرين طالما route of administration مظبوط، خلاص هديها IM ابينفرين. تمام. الكيس اللي بعديها patient with IV poisoning present with well marked erythema all over her body and her eyes were swollen can't open them. What shall we give her؟ هل هنديها ابينفرين سبكيوتينيوس؟ لا، احنا قلنا يا اما اي في اما اي ام. هستبدله بايه؟ دايفين هيدرامين؟ لا، الدايفين هيدرامين يعتبر اد اون مش يستبدل الابينفرين. الاورال بريدنيزون ينفع لو هي مايلد، هي هنا مايلد خلاص هنستخدم الاورال بريدنيزون عادي. الاي في دوبامين ما كانش معانا في اللعبه اصلا. تمام. الكيس اللي بعديها دي هنشرحها في الكارديولوجي ان شاء الله عشان تفهموها كويس. الكيس اللي بعديها RF is a patient who takes propofol in the ICU. CPK كانت 785. propofol syndrome most suspected. What will be the expected signs؟ طبعا البروبوفول مميز ببراديكارديا and acidosis. روح للإجابة اللي فيها براديكارديا وacidosis في نفس الوقت. طبعا في أول سؤال ده الإجابة A، لأن ال pH 7.1 يعني acidosis والheart rate 48. السؤال ده بيجي بكذا طريقة، المهم إن أنت تروح للإجابة اللي فيها براديكارديا وacidosis باختلاف أشكاله. الكيس اللي بعديها RF is a patient in the ICU with blood glucose 850، عنده كيتون بوديز في اليورين. طبعا كده بنشك في دي كي اي. دي كي اي من انهي نوع؟ قلنا ان المادبلز من النوع الانين جاب ميتابوليك اسيدوزز، يبقى الاجابه هنا ايه. الكيس اللي بعديها ار اف از 55 يير اولد بيشنت وذ دايريا، باي كارب بتاعه 18. قلنا ان الدايريا من الفيوزد كارز اللي بتعمل ايه، بتعملي ميتابوليك اسيدوزز من النوع نورمال انين جاب. بدي ايه في الحالة دي؟ بدي يا اما
باي كارب اي في، اما بدي السام. السام يعتبر من الاوبشنز لعلاج الميتابوليك اسيدوزز، بس الافضل منه الباي صوديوم باي كارب طبعا. بس طالما ما لقيتش في الاجابات صوديوم باي كارب هتستخدم السام على طول. الكيس اللي بعديها ار اف از ا بيشنت ويز ميتابوليك اسيدوزز، هنروح على الاختيار بتاع اللورازيبام لان هو السبب في الميتابوليك اسيدوزز. ما لقيتش اللورازيبام قول على طول البنتوباربيتال لان هو برضه بيعمل ميتابوليك اسيدوزز. الكيس اللي بعديها تقريبا الاخيره، الكيس الاخيره ار اف از ا بيشنت ان ذا اي سي يو، الاي بي جي بتاعه بي اتش 7.45، كربون دايوكسيد 55، الكلورايد 109، باي كارب 45. دي كده حالة ايه؟ طالما البي اتش نورمال تبقى كومبنسيتد، ماشية ناحية ايه؟ ماشية ناحية الالكالوزز. اذا هشطب على اي جابة بتقول اسيدوزز، هما كلهم بيقولوا الكالوزز بس في ريسبيراتري وفي ميتابوليك. خلينا نشوف ايه النوع. الكربون دايوكسيد عالي، علو الكربون دايوكسيد بيخلي الحالة اسيدوزز، يبقى كده مش قصة ريسبيراتري، يبقى كده قصة ميتابوليك. يبقى دي كده ميتابوليك الكالوزز. هل هي كلورايد سنسيتيف ولا كلورايد ريسبونسيف؟ هنشوف رقم الكلورايد. لو لقيت ان رقم الكلورايد اكتر من 25 تبقى كده كلورايد ريزيستنس، والخط والنقطه دي يعتبر سؤال جديد في الامتحان. لو لقيت ان كلورايد اكتر من 25 عدلوها، دي مش 20، المفروض اكتر من 25. اذا دي كده كلورايد ريزيستنت ميتابوليك الكالوز. تمام كده خلصنا كيسات الكريتيكال كير، والتوفيق يا دكاتره.